هنتكلم عن يعني ايه توشيح العملة. الاول تاريخ العملة دي، العملة دي ضربت في انطاكيا بعد سقوط دولة السلوقيين وسيطرة الرومان على المنطقة اللي هي شرق اسيا. ظلت انطاكيا في سك تلك العملة بطريقة السلوقيين القديم. بعد عام سنة 37 قبل الميلاد اتسع النفوذ بكليوباترا السبعة لأجزاء من سوريا وفينيقيا، وتم توشيح العملات البرونزية اللي كانت معمولة بطريقة السلوقيين. بس يعني ايه توشيح؟ بيحط صورة الملكة تحت مخطومة صورة مصغرة للملكة، ده اسمه التوشيح. وطبعا هو تاريخ التوشيح مش معروف، لكن هو كان من سنة 37 قبل الميلاد لغاية 31. العملة دي التوشيح ساعات بيكون يعني أهم من النسخة مثلا، ودي عملة أثرية جدا. والمنطقة دي اللي هي شرق آسيا يعتبر منطقة العراق اللي قامت عليها على دولة السلوقيين كانت على نهر دجلة بالضبط. فاحنا قلنا بس تاريخ العملة نبذة، وقلنا عن ايه توشيح. التوشيح هو وضع صورة للملكة أسفل العملة بختم يعني مضغوط كده زي العملة بالضبط، اسمه توشيح العملة، واللي كان منتشر في وقتها وتقدر تطور من العملات النادرة الأثرية. طبعا غالية جدا، غالية الثمن طبعا. قلت أديكم فكرة عن هذا الكلام، وطبعا حتى الكتابة الخاصة بالقطعة نزلتها لكم، والقطعة دي اللي عنده برضو حاجة فيها توشيح كده يوريها لي. التوشيح يعني ختم مصغر للملكة أو الإمبراطور حسب ما يكون، يعني بيبقى العملة وتاني مضغوطة تحت صورة تانية للعملة للملكة، صورة مصغرة للملكة. العملة ساعات بتبقى بشكل مختلف، والتوشيح بيكون بختم الملكة تحت صورة مصغرة للملكة في أسفل العملة، اسمه توشيح العملة. أنا قلت لكم هذا الكلام وكمعلومة يعني، والسلام عليكم ورحمة الله.